أخيرا والحمد لله لعبنا اليوم العشية الجولة الأخيرة من بطولة هالموسم، بطولة استثنائية غابت فيها القوانين وكثرت فيها الاحتجاجات والإثارات. صحيح على مستوى تواتر المباريات والوقت القصير بتاع الراحة، دونك تعبنا برشا، صعوبة كبيرة في البلاي أوف هذايا، إن شاء الله العام الجاي نرجعوا شامبيون نورمال. لكن لمرحلة البلاي أوف عديد النقاط الإيجابية وأهمها المستوى الجيد اللي بلغته أنديتنا، وحتى التكهن بنتيجة المباريات أصبح صعب على غرار مباراة الترجي وضيفه النجم الرياضي الساحلي اللي احتضنها الملعب الأولمبي برادس. هذه معناها ما فيهاش تكهنات، يقول لك معناها كذب المنجمون ولو صدقوا. الكرة في التران وفوار وفاجيري لو ماتش اللي ما زالنا تاع اليوم، ولا في الخير ربي سأل فيه كلك سوا نتيجه رحنا راضيين به. بالتاكيد لما تكون في مباريات بالاربعه الكبار معناها ترجي الافريقي الصفاقسي النجم معناها وثم رهان كبير معناها اليوم بطوله، دونك بنشوف مباريات مستوى عالي. الحمد لله معناها كنا معناها حاضرين في كل مباريات، مبروك اللي بيفوز بالبطوله وهارد لك اللي ما مش يربح. الرهان كان كبير في هاللقاء، الانتصار من اجل الظفر اما بالبطوله او بالمرتبه الثانيه المؤهله لرابطه الابطال الافريقيه. خليل شمام يعود للتشكيلة الأساسية، في المقابل القائد البلبولي يعود لحراسة شباك النجم، الحكم حروش وهو حكم اللقاء. التقنية هذه اللي لعبوا بها في كأس أوروبا الأخرية في النهائي كأس أوروبا بروسيا دورتموند بايرن ميونخ، هذه تساعدهم أكثر أخف وبلاش بارادرا وبلاش كل شيء، وتشوفها توا معناها على الهواء قدامكم. وسيله كما هذه تزيد تسهل مأموريتك اليوم خاصه على مستوى الكوميونيكاسيون بيناتكم. والله احنا متعودين بون عندنا دي زاباريس خدمنا بهم، بقينا حسب ما يقول الاخ تقنيه متقدمه اكثر، بطبيعه الحال هي لا كوميونيكاسيون تسهل برشا في المقابله وتقلل من الاخطاء. البدايه كانت تسريعه من جانب الضيوف، وبعدها المحاوله الاولى من مصعب ساسي، اللاعب الجزيري يستغل كما يلزم سوء تمركز خط دفاع الترجي، وكورتو يستغلها بدوره ميكايلو وهدف اول في شباك بن شريفي. الهدف الاول بالنسبه لدرامي ميكايلو. اذا النجم الرياضي الساحلي استغلال هفوه في محور دفاع الترجي الرياضي. كلوتي في محاولة التعديل وتوزيعته وتتحول للركنية. الترجي يحاول فرض طريقة لعبه وملاعبية النجم متمركزين كما يلزم في مناطقهم. أداء النجم كان أفضل في هالفترة الأولى على غرار هالتدرج بالكرة واللي انتهى توزيعة تصدى لها الحارس بن شريفي. تغيير اضطراري في تشكيلة لافاني والمدافع البدوي يغادر الميدان. دقيقة 25 اللاعب غرس اللاوي يتمكن من التسجيل، لكن صفيرة الحكم حروش كانت أسبق معنى على وجود تسلل. بعد هجمة جديدة للنجم تنتهي بتصويبة من الحبيب مايتي تسديلها بصعوبة الحارس بن شريفي. الرد كان بالمثل من اللاعب القنطاسي والبلبولي في المكان المناسب. بعدها ركنية للترجي ورأسية شمام جانبية بقليل. محاولات الترجي تتواصل والبلبولي في الوقت المناسب يبعد لخطر. محاولة جديدة من اللاعب غرس اللاوي وتصويبته فوق العارضة بقليل. في الفترة الثانية أحمد العكيشي يأخذ مكانه في التشكيل، والبداية قوية من جانب الترجي. اللاعب البليلي يسدد بكل قوة وكورته في الزاوية 90 وهدف التعديل لأبناء باب سويق. فريق النجم تفاجأ بهالسيناريو، والمساندة كانت غايبة للاعب ميكايلو. النتيجة الحاصلة في عاصمة الجنوب أثرت على الفريقين، والتسرع كان واضح على اللاعبين، ورغبة كل فريق على التسجيل كانت واضحة، لكن التجسيم غاب على المهاجمين، وخاصة في هالمحاولة الجماعية للنجم واللي انتهت تصويبة أبعدها دفاع الترجي. دقيقة 75 محاولة هجومية للترجي، أفول من اليسار يوزع، البليلي بلمسة يمهد للدربالي وهالأخير يتوغل ويراوغ وهدف ثاني في شباك البلبول.
سامح الدربالي والهدف الثاني. قلت قيمة الظاهرين في الزوز فرق منذ قليل. حمدي النجاز كان قام بمجهود وكاد يسجل الهدف الثاني، هذه المرة سامح الدربالي قام بمجهود وسجل الهدف الثاني. دقيقة 80 الحكم حروش يرفع الورقة الحمراء في وجه اللاعب لحبيب مايتي بعدها الاعتداء المجاني على اللاعب البلايل. دقيقة قبل نهاية الوقت القانوني مصعب ساسي بكل قوة يسدد وبن شريفية في المكان المناسب. بعدها هجمة سريعة للترجي والحارس البلبولي يخرج في توقيت سليم ويبعد الأخطر لينتهي بعدها اللقاء بتفوق الترجي على النجم الرياضي الساحلي 2-1. فرحة كبيرة للترجي اليوم. اي والله الحمد لله يا ربي خدمنا على روحنا والماتش هذا عازمين باش نربحوه. كان يعني هزينا البطولة جات مرحبا بها، ما جاتش يعني نربحوا الماتش بتاعنا. مالغري لي زابسونس اللي عندنا اليوم الواحد ورينا اللي احنا رجال عملنا اللي علينا. مبروك على سي اس اس البطولة. الترجي اليوم يظهر لي ظهر اللي هو فريق قوي، انتصر على تروا كلوب اللي يلعبوا معه في بلاي اوف. مبروك على سي اس اس، مبروك علينا الزيام بلاس. الحمد لله يا ربي عندنا فرقه مليحه، ان شاء الله نكملوا كيما هكا ان شاء الله باش عندنا بزاف عندنا لاكوب ونلعبوا على الشامبيونز ليغ ان شاء الله. كورات اون بروميير ميتون اون دوميني، كنا رابحين 1-0، جا البونتو البكري دوزيام ميتون هو اللي بعث لنا شويه وراتنا. ما النجم ديما واقف وديما يقعد يلعب على القاب، شفنا سنيك فجينا من البعيد وكان فما حد كان يمن بينا. وصلنا على اخر ادرني جورني نلعبوا عتيت، مازال نجم العام الجاي نجم خير من سنين ان شاء الله. شنو اللي ينقص النجم اليوم؟ ما ريناش النجم نتاع البلاي اوف بصراحه رضوان اليوم. الله اعلم، اس اللي سبيسياليست، اس اللي سبيسياليست. اي انت كي حضرت المقابله شنو اللي تبدل في النجم؟ هو عملنا اللي علينا، ما بخل حتى واحد الله غالبك. هو جاتنا اوكازيون ما دخلتش من غاديك، دخلت كورك هو هذيك الكوره الله غالب. نعتذر جمهور نجم رياضي ساحلي كله هو. عملنا اون تري بون بروميير ميتون، الاولاد كانوا واقفين مليح، ماركينا كنا نجموا نزيدوا نماركيو، ما استغليناش اللي نحن ضاغطين على الفريق. دوزيام ميتون البونتو ما جاش في وقته، متقربنا بونتو في اول على اول الدخل اللي اعطاهم شحنه معنويه اكثر منا، فهمت؟ مي سور لو بلون فيزيك نتصور نحن لاشينا سور لو بلون فيزيك ال 20 مينوت الاخرى. ديجا صرحت يعني في الديريكت في التلفزه وقلت معناها اللي شكون عنده يكون عنده اكثر فريشور فيزيك هو اللي باش يربح الماتش. وشفنا نحن في الاخر الملاعبين نتاعنا تعبوا وكهو معناها راس مرفوع وكان حتى حد ما كان يستنى فينا. عندنا جروب باهي نتاع ملاعبيه، ان شاء الله نكملوا نحسنوه ونقصوا الزايد ونحسنوا اللي فما معناها مع تدعيمات باهي ريكروتمون باهيين. ان شاء الله الفريق هذايا عنده مستقبل كبير ان شاء الله. ثلاثه نقاط مهمين، حققنا ان بتيت اوبجيكتيف ولو انه ماهوش حاجه كبيره برشا، لا كاليفيكاسيون على ليغ دي شامبيون. الترجي ما ينجمش يعيش بلاش ليغ دي شامبيون. لو تيتر معناتها كون ا بيردو اون ا ايتي بوسي الو بيردو يظهر لي. والتيتر معناتها مش نحن اللي خسرناه لكن خسرونا فيه وسورتو معناتها لي ديسيزيون اللي صاروا في ماتش صفاقس. ميم سي انتم في الحد هذا نلوموكم شويه، لو عندنا الحق باش نلوموكم. اولا سكي سي باسي معناتها في ماتش صفاقس vous avez banalisé tout ce qui s'est passé في صفاقس وجبت وسيوس عدل اللي خرج لي ديسيزيون هذوكم عاديه وما ثماش مشاكل وما ثماش بيناتيات الوغ كو سي با لو كا. الجمعه اللي فاتت اون ديسيزيون تاع يوسف الصغير غديتوه كريمينيل معناتها في الاستوديو نتاعكم. على كل جو سي با ان شاء الله تكون معناتها النيه طيبه وان شاء الله تكونوا ما كومش معناتها فو فولي اورينتي لوبينيون بوبليك على حاجاتك. اكيد سي ماهر كنزاري خير مراد زهمول على عادل زهمول خبير المبيول. مراد زهمول يمكن لعب معاه في فريق الاواسط مع سي مراد محجوب في الفريق الوطني، يمكن هو غلط فيه بالطبيعه غلط في اسمه. سي ماهر كنزاري فقط سي ماهر نقولوا راي المبيول عنصر قار في الاحد الرياضي عنده الاف سنين، احنا نحبوه ونحترموه برشا سي ماهر الكنزاري. ولو فما حتى خلفيه اكيد المبيوله كيف عناصر اللعبه الكل قد يخطئ وقد يصيب وبطبيعه الحال، واحنا ما نتصورش اذا كان فما ريبونسيف فما خلفيات في بلاتو الاحد الرياضي فقط
كلمة حبيت نوصلوها سي ماهر الكنزاري يمشي معك كابتن خالد فيما يخص المباراة هذه. ماهر الكنزاري وفي العاتو هي المراهنة على لاعبين الشبان، كسب الرهان هذايا كالعادة من خلال لاعبين الشبان شفناهم في الترجي الرياضي التونسي اللي قدموا مردود كبير وكبير جدا. النجم الساحلي ما عرفش يستحفظ على الأسبقية في النتيجة، وما عرفش يستحفظ لا في الأسبقية ما عندوش بعد في الأسبقية، ولكن زادا ما عرفش يتصرف في الترتيب، في الترتيب لأنه هو تعادل يكفيه، معناه تعادل يكفيه، وحتى كل الآراء كانت قبل المباراة تعطي النجم الساحلي هو الفافوري نظرا للغيابات الكبيرة اللي سجلها الترجي التونسي من جويني ليحيى العواضي الدوادي تراوي مولهي مساكني سبعة لاعبين، والأخطر من كيكا اللي ترجي التونسي يجد نفسه في هذه المباراة بدون محور الدفاع نتاعه اللي يمثل من نقاط القوة نتاعه. صحيح أنه كان منقوص في المباريات الأخرى بالثلاثي نتاعه اللي هو يشكل النقاط القوة وهو التراوي مولهي والراقد، ولكن الترجي التونسي كالنادي الإفريقي يجد نفسه، نادي الإفريقي والترجي التونسي نفس الشيء، أنا كل أسبوع معني يجد نفسه اللي توبليجي دو كري ان نوفو كوليكتيف الترجي والإفريقي. اليوم الترجي كان أصعب، لماذا؟ لأن ماهر الكنزاري كان مجبور لإعادة بناء محور دفاعي اللي هو معناها سي بريمورديال في الديفانس. انت كنت مستانس بيحيى وبالدوادي، ولهذا السبب يمكن جماعة ليتوال كي شافوا الغيابات وخاصة المحور الجديد سي تاناكس إينيدي بالنسبة للترجي التونسي اللي يتمثل من بن منصور وشمام، هنا أن في العالم أجمع أن لاكس سنترال يجب يكون متكون من درواتي وغوشي. يلقى روحه اليوم الكنزاري الترجي التونسي أن لاكس سنترال متكون من دو كوشي، ولهذا سبب برينا أن بن منصور لقى صعوبة شوية في بعض الأحيان، لقى صعوبة على الشارع اليمين خاطر اليمين نتاعه، نعرف أنا كنت كوشي ونعرف أن اليمين صعيبة برشا، هو مستانس حتى مش يعمل تاكل يعمله باليسار كان معناه يسر. هذا من ناحية، من ناحية أخرى قلت لي أنت ولديت صغار وأنا نحب الولد صغار. صحيح أن الترجي كان مضطر باش يلعب مين هما القنطاسي وخالد خرسلاوي، أنا ريتو، أنا بالنسبة لي ريتو المرة منعرفش لعب النهار لحد لا تخل تيتولير هو بون الآخر استنست بيه من الإكيب تحت 17 نغموشي. أنا ريت فما انتوزياسم فما حركية، ولكن كي نشوفوا ليتوال ونشوفوا الترجي هذه التونسي افورسي قال شو شكون اللي يربح؟ يربح اللي عنده اكثر كومون ديريج عزيمه، اكثر استماته، اكثر اللي الاولاني على الكوره، اللي يحب يربح. اليوم الترجي الرياضي التونسي حب يربح بكل اسباب، هذا فكرتي. أيوة. واحسن مثال على ذلك ان ماهر الكنزاري قال وانا شاطر في الراي ان الترجي الذي تونسي ما نجمش يعيش من غير الشامبيونز ليغ، علما وان الترجي ثلاثه لي ترواز ايديسيون الاخرانيين كان فيهم هو متواجد في الفينال. تبقى نقول بالرغم باش ما نطولش خاطر الترجي لما البلايلي يكون في فورما الترجي تسجل. اليوم البلايلي سجل هدف صعب وصعب جدا لانه كان عن مقربة 3-4 امتار وفما كافوياج واحد اخر يحطها الفوق ولا ما يمركش وحتى في الزاوية مدافعين نبر حزمر. يعني باش نوريك القدرة المهارية والكفاءة المهارية لهذا اللاعب والاضافة اللي اعطاها للترجي التونسي بالرغم كل هذه الغيابات. اليوم لاحظت أنا أفول من أحسن مباريات اللي عملها أفول، سامح الدربالي سوبر بويسانس إكسترا أورديناري لي بويسان توغلات نتاعو كذا، تشوف تحس الجرينتا تحس كذا. مي الإنسان اللي أنا ريته اليوم واللي المباريات الكل ويكون حتى كل موسم اللي هو حسين الراقد. اليوم الراقد عبى التراب كله وانا ما حسيتش اللي فما غياب مثلا تراوي وملهي بتواجد الوليدات الصغار اللي كانوا فريمون عندهم من تكنيك. انا عجبني خالد غرسلاوي شيء كبير حتى الكونتاسي قبل ما يخرج. بقى باقي السؤال المطروح، صحيح انا ترجي التونسي كان النيفو متقارب جدا بين اصفاقس وبين الترجي. أيوه. حسب الترتيب كانت نقطة ما بينات، والنقطة كما قلت وذكرت في الحصة الماضية هو الماتش نيل اللي عملته صفاقس، لأن كل الفرق
معناها اللي طوال عايده ولا ترجي اما يربحوا ولا يخسروا. هذا من ناحيه ان شاء الله نشوفوا الموسم الجاي نشوفوا اكثر لاعبين من المنتوج المحلي عنا. اليوم كي نشوف انا القنطاسي ونشوف غير سلاوي ونشوف النغموشي ونشوف فرجاني ساسي ومصعب من قبل ونشوف اللي يدات على الاطوال تاع كذا عنا ملاعبيه خاصة اللي تولي كلوب ترافيرسي كريز ايكونوميك هي البلاد كذا ترافيرسي ان شاء الله كريز ايكونوميك عليه جاء الوقت باش نعملوا على المنتوج ان شاء الله نلقاهم غدا في نادي الصحفيين نبيل معلول المدرب الوطني نلقاو بعض الاسماء من هذم اي من الفريق شبان خاصه مازالوا في البدايه نتاعهم ما نعرفش انا نتصور النجم الساحلي باش نلقاو زوج ثلاثه عناصر شبان حاجه اخرى ولكن مازالوا في البدايه نتاعهم ما نغلطوهمش نقول للشبان تو ذكرتهم وكل شبان في النوادي راهو الطريق طويل وطويل جدا يلزم المثابرة ويلزم معنا الشغل والشغل والشغل ويلزم زادة كيفاش نقول وإحنا مش الروح الرياضية خلينا نقول العقلية الرياضية لأن العقلية تنقص المجتمع التونسي كله وليس الرياضيين. واضح سي حكيم بالنسبة للترجي الرياضي التونسي توافقني شراي كونه ترجي الرياضي التونسي من الفرق اللي رغم الصعوبات رغم الغيابات فريق يعرف يربح المباريات نتاعو يعني شفناها هذه في المباريات الأخيرة بالنسبة للنجم الساحلي رفقة النادي الصفاقسي يكون حكينا منذ بداية الموسم على رصيد البشري الموارد البشرية المتوفرة على ذمة الإطار الفني نقص نجم هذه الساحلي هل هو تركيز في الأمطار الأخيرة من مشوار البطولة؟ أكيد هو الترجي الرياضي مش أول مرة معناها يفوز شفنا العديد من مباريات على مدى الموسم كون الترجي الرياضي ما يلعبش كما ينبغي ما يكونش أحسن ممكن على مستوى المباراة كلها الوقت كامل يكونش أحسن من الفريق نتاعو وفي الأخر يفوز. هنا تدخل الخبرة والثقة في النفس ورباط الجأس في بعض الأوقات نتاع بعض اللاعبين ونتاع الفريق والتقاليد نتاع الفريق. هو شفنا المباراة اليوم النجم الساحلي كان في الشوط الأول كان مسكب زمام الأمور كان هو بالإنيشاتيف خذا هو المبادرة في اللعب في الفرص في كان مسك المباراة كان هو أحسن معناه في انتشار نتاعه فوق الميدان في أقل ما يمكن من الأخطاء معناه ما فماش أقل شيء من الترجي وسبق في التسجيل. ثم في الشوط الثاني وكان الخطأ يظهر لي ارتكبه اليوم النجم الساحلي في الشوط الأول كونه ما دعمش الهدف الأول على سجله كان النجم يسجل الهدف الثاني وممكن يسهل المأمورية على روحه لبقية الهدف الثالث باش يولي الهدف الثالث خطر الترجي وقت تسجل الهدف الأول والثاني من النجم الساحلي بطبيعة الحال صعيب برشا باش يعاود يرجع خاصة في الظروف اللي هو توا موجود فيها بك النقائص متاع اللاعبين ألا هما يمثلوا معناها قوة الترجي معناها من الناحية الذهنية النجم الساحلي ما استغلش الظرف ما استغلش الفرصة كما ينبغي هذا الخطأ اللي ارتكبه النجم الساحلي رغم هنا في البلاي اوف الكل النجم الساحلي ارتقى مستواه الفني الجماعي أحسن من الفترة الأولى متاع البطولة رغم قلة الفرنسي لا كونتينيتي ما عندهمش رغم معناها الروندمون ماهوش كونتيني الاستمراريه في المردود معناها ساعات في مباراه يعطي يلعب لمده 20 دقيقه 25 دقيقه يلعب في مستوى عالي ثم ينزل ثم يرجع 3 دقائق 5 دقائق ما كانش معناها المردود نتاعو مستقر المردود الايجابي نتاعو نتاع النجم الساحلي في الفتره هذه نتاع البلاي اوف حسن مردوده كثير في الفترتين المباراتين الاخرانيين زاد كيف كما كان النجم الساحلي ضد النادي الصفاقسي في صفاقس بالذات كانت جاته الفرصه للفوز بالمباراه هذيك وكان النجم ينهي البطوله هنا زاد كيف فما نوع من النايفيتي اللي ضيع بها الفرصه نتاعو وهذا هنا الصغر سن صحيح رغم ان فما خبره نتاع كيما البلبولي كيما الفرحي اللي ينجموا يعطيوها هما يكونوا لي منور الجوار شيفروني في المجموعه باش هما يضيفوا هما الاشعاع نتاعهم على بقيه اللاعبين في التصرف نتاعهم في المباراه هنا هذا الافونتاج نتاع الترجي مقارنه بالنجم الساحلي. لكن فما حاجه اللي حبيت نلاحظها في هذا الكل النجم الساحلي رغم بطبيعة حال يجب أن يعيش بالتشامبيونز ليغ من الفرق الكبرى كما الترجي كما الأفريقي كما النادي الصفاقسي رغم النتائج اللي ما مشاتش معها وكان يأمن كثير بالبطولة وممكن المركز الثاني ورغم هذا شفنا شيء إيجابي في التصرف متاع النجم الساحلي ككل سواء كان من إدارة ولا من اللاعبين هي الروح الرياضية رغم الورقة الحمراء اللي كان أخذها الحليب مايتي في التصرف متاعه رغم الحكم ممكن معطاش كان أعطاها مخالفة قبل كان ممكن ما يصلش باش يعطي ياخذ
يوصل بشيء في الورقة الحمراء ذيك، لكن بصفة عامة إجمالا كان تصرف النجم الساحلي إيجابي من ناحية هذه، وهذا حاجة إيجابية. واضح سي حكيم يعطيك صح. مارسي شيب كلمة تضيف في ساعة قبل مجيء المفيول. في ساعة والتأكيد لكلام حكيم على مستوى أنه مقابلة كرة قدم تتلعب على فترات، والفترات فيها الإيجابي فيها السلبي، إذا أنت الإيجابي هذاك ما تستغلوش والسلبي ما تخرجش منه بأخف أضرار، في الأخير روحك خسر المباراة، وهذا اللي وقع النجم الساحلي. اثنين، الهدف اللي سجله الدربالي يعني اليوم في الهدف هذا ما شفتهش مقابله، كي شفت الهدف يعني اللاعب نتاع الترجي في الاكسيون دي كول نسميوها، يعني تغيير اللاعب من اليسار لليمين تحذير. لا بقدر مش فاسر، انت كنت شاهدت المباراه الاولى وسي بالضبط. ايوه لازم الكره تجي عند افو بالضبط، باش يعمل شغل تجي عند الليلي في ساس الشباب مازالوا سنه وفينا في الفريق. ايوه ليماج الاخرانيه هو فما وقت اللي نراه، واحنا بعض الاحيان فريق يخسر لقب في اوروبا يصفق عليه والملاعبين يصفق مع جمهوره، نتمنوا يحصل في تونس. شفناه في مقابله الترجي اليوم. الرابع شيء هو الايجابيه نتاع زياد الجزيري في ردة الفعل نتاعو بعد المقابلة اللي هو راضي وباش يحسن الأمور. باهي واضح سي شهاب، خلينا نشوف المفيولة معاك سي مراد تفضل. المفيولة في مباراة الترجي والنجم الساحلي رصدنا فيها بعض الحالات. الحالة الأولى لو أمكن نتعداو مباشرة المطالبة بضربة جزاء، نشوفوا هنا كرة في العمق تنافس بين مهاجم ومدافع، وهنا سقوط مهاجم النجم الساحلي مصعب ساسي، نشوفه يعني التحام عادي ما فماش يعني دفع، ما فماش عرق، لا التحام عادي. نشوفوا اللاعب لما روض الكرة والالتحام عادي لا يستوجب هنا في هذه الحالة بكل صراحة الإعلان على ركلة الجزاء. أيوة. هذه اللقطة الأولى. اللقطة الثانية باش نشاهدوا فيها وضعية التسلل، ومن خلال وضعية التسلل إلغاء هدف هنا نشاهدوا، نعرفوا الساعة القاعدة للمادة 11 تقول يعني التسلل يحتسب عند انطلاق الكرة من لاعب منافس اللاعب الذي يكون موجود في وضعية التسلل، سواء يشارك في اللعب أو يعني يؤثر على الخصم أو يستفيد من مكان متاعه. في الحالة هذه لو نرجع الصورة حتى نوريها، عند انطلاق الكرة في ريسبسيون دبال اللاعب المهاجم ما عندناش المكان الصحيح، وهنا الكره تنطلق واللاعب اللي باش يكون يتلقى الكره ما عندناش وضعيته من الاول. حبينا نوريو العمليه هنا، كره انطلاق كره، ونشوفوا هنا في الدائره زوج من اللاعبيه كانوا قراب ياسر، والمسافه من انطلاق الكره من المهاجم الى حين موجوده هنا والدائره مع الناس صوره واضحه باش نوريه ويكون الحكم نتاعنا قطعي. ولكن انا نحب نشير الى حاجه، مساعد الحكم كان موجود يعني في مكان مناسب ليه واخذ القرار بالغاء الهدف والاشر على وضعيه التسلل، وانا هنا في الحاله هذه نشاطر الراي. اللقطه الثالثه اللي عندنا اعلان على مخالفه، قال الحكم في الحالة هذه خذا القرار التأديبي ولم يتخذ، ما كانش متبوع بالقرار القرار الفني، ما كانش يعني متبوع بالقرار التأديبي. نشوفوا هنا كيفاش عملية إعاقة واضحة، شوفوا هنا لاعب النجم الساحلي كان يبني في هجمة واعدة، ونشوفوا العرقلة الواضحة والصريحة، يعني هنا مفروض الحكم كان يعلن على مخالفة وأعلن على المخالفة مباشرة، ولكن كان عليه وكان مؤكد في هذه الحالة أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الذي قام بهذا الخطأ. الحالة الرابعة اللي عندنا كذلك وضعية التسلل، باش نشوفوا هنا اللقطة مع بعضنا عند انطلاق الكرة، المهاجم هنا والمساعد الحكم اللي أشر على الوضعية، باش نشوفوا هنا المهاجم تاع النجم الساحلي كان على أقصى تقدير يكون متواجد على نفس الخط هنا. نعرفوا كرة القدم هي فرجة، كرة القدم هي أهداف، وبالتالي عند انطلاق الكرة كان على مساعد الحكم في الحالة هذه أن يترك اللاعب يتواصل، لأن على أقصى تقدير في الحالة هذه كان متواجدين على نفس الخطأ، وفي الحالة هذه لما يكون مهاجم ومدافع يعني متواجدين على خط نفس الخطأ هنا مفروض مساعد الحكم يترك اللعب يتواصل ولا وجود لوضعية التسلل. هنا باش نشاهدوا كذلك عملية ركنية، باش نشوفوا هنا تنافس على الكرة من الجهة اليمنى، باش نشوفوا آخر لاعب لمس الكرة والكرة ما تغيرش الاتجاه نتاعها من طرف مدافع النجم الساحلي، وآخر من لعب الكرة ولمس الكرة هو مهاجم الترجي الرياضي. شوفوا الرجل واضحة واللقطة صريحة هنا، وكان أولى وأحرى بالحكم هنا كذلك أن يعلن على ركلة 5.50 متر وليس هناك ركلة ركنية، والقرار نتاعه في الحالة هذه كان قرار خاطئ. اللقطة السادسة كيف كيف، الحكم مخذا قرار تأديبي، ما كانش مخذاش عفوا قرار تأديبي، خذا قرار فني صحيح. شوفوا عملية مسك هنا،
ما وضحش من الحاله هذه. اللاعب النجم الساحلي كان يعني يبني في هجمه كيف كيف تعرف الاتاك بروموتوز، كره بحوزه مهاجم النجم الساحلي، نشوفوا لاعب الترجي الرياضي كيفاش يمسك بكلتا يديه ويسقط على الارض. الحكم في الحاله هذه كذلك اكتفى بالاعلان على مخالفه مباشره ولم ينظر اللاعب هنا كيف كيف. الاربيتر دوا افيرتير لجوار لانه قام باعاقه وقام بمسك والمسك يعاقب عليه. اللقطه السابعه الاعلان عن مخالفه باش نشوفوا هنا كيف كيف، نشاهدوا توزيعه من لاعب النجم الساحلي وباش نشوفوا صعود توزيعه في العمق. وهنا نحب نفتح قوس صغير انيس، عندما يتنافس زوج ملاعبيه كره تكون هوائيه، لما احد اللاعبين يقفز الى اعلى ليلعب الكره بالراس ولاعب ثاني يكون يعني يجري على الارضيه، اذا كان يكون الالتحام او دفع المنافس في الحاله هذه اللي هو المهاجم اللي صعد باش يلعب الكره بالراس اليا لابد ان تحتسب يعني مخالفه ضد المدافع. ونشوفوا هنا كره في العمق، نشوفوا كيفاش لعب الترجي الرياضي اللي هو مدافع صعد باش يلعب الكره بالرأس، وقع يعني التحام ودفع باليد من طرف لاعب النجم الساحلي، والحكم هنا تلعبت الكرة نشاهدوا فيه أشر باليد متاعه الكرة خاطر الكرة تلعبت خارج منطقة جزاء والمخالفة وقعت على مهاجم مدافع ترجي داخل منطقة جزاء ويأشر باش اللعبة تكون ترجع من داخل المنطقة. اللقطة اللي عندنا باش نشاهدوا عملية إقصاء، الأقصى هنا نحب نفتح قوس هنا وكأن بسي حكيم براهم يعني شافش عندي مكتوب هنا في الورقة متاعي. نشوفوا في العملية نشوفوا عملية الضرب بالمرفق واضحة وصريحة وتستوجب البطاقة الحمراء ولا يختلفوا اثنين في ذلك. ولكن لو نرجع للصورة، هاي الصورة قدامنا، لاعب الترجي اللي كان على الأرض قام بخطأ على لاعب النجم الساحلي رقم 24، كان على الحكم أن يعلن على مخالفة وكانت بقية اللقطة ما تصيرش. ولكن اللاعب لما معلوش على مخالفة وفيه لاعب ثاني من الترجي الرياضي يعني نقولوا احنا عمل بريسينج على اللاعب هذا، اللاعب مشى بالمرفق نتاعه وضرب، وهذا غير ممكن كذلك على اللاعب. إذا كان الحكم ما علنكش على مخالفة أنت لا يحق لك أن تقوم بهذه العملية وتقوم بضرب بالمرفق نتاعك، وهنا الإقصاء كذلك إقصاء يعني في المكان نتاعه. باش نشوفوا اللقطة الأخيرة في المباراة هذه، باش نشاهدوا حارس الترجي حارس النجم الساحلي البلبولي غادر المنطقه نتاعو لما الكره والمهاجم الترجي اختلا بالمنطقه، نشوفوا خرج ونشوفوا كيفاش قام بعمليه تاكلينج، عمليه انقضاضيه يعني واضحه وصريحه وما فيهاش يعني مخالفه. نشوفوا كيفاش الرجل نتاعو تمشي الكره وسقوط مهاجم الترجي الرياضي نتاعي الترجي الرياضي التونسي، ما فيش يعني خطا مرتكب من حارس النجم الرياضي الساحلي. وبالتالي الحكم رغم اللي لاعبي الترجي الرياضي احتجوا على الحكم في الحاله هذه أصاب في القرار نتاعو بترك اللعب التواصل، ليس هناك لا قرار فني بمخالفة أو لا قرار يعني كذلك قرار تأديبي، يعني قرار الحكم صحيح في الحالة هذه. هذاش عنا من لقطات في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي أنيس. يعطيك الصحة سي مراد، احنا باش نمشيو فقرة أخرى هي أجواء زوز مباريات كيفاش عاشها المشارع الرياضي بطبيعة الحال. زوز مباريات وتأثير النتائج وتغير النتائج في الملاعب الزوز، تأثيرها على حظوظ التتويج بالنسبة للفرق المعنية بالبطولة. نرجع في قراءة مع سفيان الوجر ربيع البوغانمي وعبد اللطيف ماتو. لازم يفتتح النتيجة في رادس ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، يرتقي بمفرده إلى طليعة الترتيب النجم بطل مع تأجيل التنفيذ. 41 دقيقة الإفريقي يسجل في الطيب المهيري يضعف من حظوظ النجم في الاقتراب من منصة التتويج. 45 دقيقة النادي صفاقس يرد الفعل يعدل قبل نهاية الشوط الأول والنجم مازال البطل بعد 45 دقيقة أولى. الشوط الثاني استفاقة ترجية لبليلي يعيد الأمل لأبناء ببسويقة يعدل بعد مرور دقيقة. ويعيد السي اس اس إلى الطليعة كبطل. 58 دقيقة أبناء كرول يسجلوا الهدف الثاني يدعموا حظوظهم في التتويج ويقلصوا من حظوظ النجم والترجي. ربع ساعة أخير سامح الدربالي يسجل في شباك البلبولي، الترجي يصبح في المركز الثاني يضمن مشاركة في دوري الأبطال في انتظار هدية قد تأتي من ملعب الطيب المهيري. صافرة الجوادي تنهي المباراة بفوز السي اس اس. النادي الصفاقسي بطل موسم 2012-2013 والترجي الوصيف بعد فوز على النجم في رادس. إذا بعد هذه الجولة الأخيرة نذكروا بنتائج والترتيب. بالنسبة للترجي الرياضي كان فاز على النجم الساحلي هدفين لهدف، ونادي الصفاقسي كان فاز على نادي الإفريقي هدفين لهدف. وترتيب بعد الجولة الأخيرة، نادي الصفاقسي صاحب البطولة ب 13 نقطة، نادي الترجي الرياضي في المرتبة الثانية ب 12 نقطة، نجم الساحلي في المرتبة الثالثة 9 نقاط، وفي المرتبة الأخيرة نادي الإفريقي بنقطة واحدة. باش نرجعوا لأجواء نادي الصفاقسي كما قلنا لكم في الجزء الثاني من هذا الموعد من الأربعاء الرياضي قبل ما نمشيو لمهدي قاسم، زميل مهدي قاسم في